بهدف تشجيع التجارة بين الشركات المحلية والأجنبية، انطلقت فعاليات معرض الجزائر الدولي في دورته 52. الصين باعتبارها مستثمرا رئيسيا في الجزائر شاركت بتمثيل جيد في المعرض، مؤكدة مواصلة شركاتها الاستثمار في الأسواق الجزائرية. كما نعلم جميعا، تتمتع الصين بعلاقات طويلة الأمد مع الجزائر. التعاون جيد جدا منذ أكثر من 20 أو 30 عاما. الحكومة والشركات الصينية تستثمر كثيرا في الجزائر. أعتقد أن ملايين الدولارات تستثمر كل عام في الجزائر. المعرض شهد كذلك عارضين من جميع أنحاء العالم كإندونيسيا والبرازيل وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية. مشاركتنا هذه للمرة الثانية في المعرض الدولي الجزائري رقم 52 أسعدنا هذا المشاركة السعودية للمرة الثانية، وجود شركات سعودية للمرة الثانية بمشاركات في أكثر من مجال. وبما أن الوضع السياسي في الجزائر غير مستقر حاليا، فلا عجب أن يلقي بظلاله على المعرض ليشهد عددا أقل من الشركات العارضة. فبينما أقامت العام الماضي أكثر من 700 شركة محلية وأجنبية متاجر في المعرض، شاركت 500 شركة هذا العام، بينها 140 شركة أجنبية فقط. ويمثل المعرض فرصة للشركات للترويج لمنتجاتها وشبكاتها في قطاعات مختلفة كالصناعات الميكانيكية وصناعات الحديد والصلب والصناعات الإلكترونية والبناء وغيرها، كما يتيح المعرض كذلك إمكانية إقامة علاقات تجارية جديدة مربحة بين الجهات المشاركة.